مرحبا. الأنظار كانت كلها موجهة اليوم صوب منزل السيدة فيروز اللي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة لبنان الكبير ومئوية لبنان الكبير. موقع شارع الفن كان بداخل الحدث والتقى إعلاميين وموسيقيين، والبداية كانت مع أستاذ الموسيقى توني البيع اللي قال إنه كان له الشرف إنه شاف مرة بحياته السيدة فيروز. السيد إلي طعمي صاحب مؤسسة جوزيف طعمي لطاولة الزهر يلي حقق حلمه الليلي بمشاهدة وتقديم طاولة زهر للسيدة فيروز وطاولة أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الإعلامية رشا الكرم يلي كان في عندها استحقاق مهم اليوم وهي زيارة منزل السيدة فيروز والوقوف أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسؤالة رشال والسؤال اللي وجهته للسيدة فيروز واللي وجهته كمان أيضا للرئيس الفرنسي. والنهاية كانت مع الموسيقي اللبناني خليل أبو عبيد اللي بيسكن إلى جانب السيدة فيروز بمنطقة الرابية. فشو قال؟ نشوف سوا بهالتقرير. أستاذ الموسيقى توني البيع، بدي أقول لك مساء الخير، أهلا وسهلا فيك عبر شارع الفن. اليوم نحن واقفين قدام بيت تاريخي وفي عنا حدث تاريخي. اليوم حبيت أنه أحكي معك لأنه حضرتك سبق والتقيت بالسيدة فيروز بالسابق مرة بحياتك. قديش هيدي المرة كانت مهمة وإن شاء الله اليوم يصيروا مرتين؟ خبرنا. أول شيء مساء الخير، مساء لبنان لك. كانت كثير مهمة لأنه أنا كنت بالجوقة معها وقت رتلنا بالجمعة العظيمة، بوقتها ممنوع نحكي معك كمان، يعني هلا زت الحل زت الحل اللي عايشينه هلا. بس كنت بتتامل، يعني عم ترجع لل 2001 بسان لويس، كانت بعد مهدومه الكنيسه لما غنت فيها الست فيروز، وكنا عم كان جورج حرو على الاستاذ الكبير الله يرحمه على الكيبورد، وكيف هيك عم تعطي ملاحظات الكل بالدور، يعني الكورال والجو يعني والعالم، وعم تعطي الفرقه الملاحظات العامه والكورال. نحن بتذكر قالت لنا شو بكون عملوا هالعربه، مش هالعربه شحطوا تحتها. هذا الشيء ولا بعمري حنسيه، وانا اخذته درس بحياتي وكل شيء، يعني مشيتها روحتها مجيتها. يمكن لو كنت جيل شوي بعد اكبر كنت يمكن لحقت شوي، بس ماشي الحال. وفيروز مدرسة تعلمنا منها الوطنية، وتعلمنا منها الموسيقى، وتعلمنا منها اختبار الصوت وحب لبنان. أنا بتمنى أرجع أشوفها مثل ما صار لي أشوف الأستاذ وديع، ويمكن مرة ست صباح، ولكن يعني فيروز أيقونة كمان لن تتكرر. بتمنى أرجع أشوفها، وأنا أكيد لح يسألها لح يشوفها زعلانة، لأنه فيروز مع الست مع كل شيء عملته أكيد محبطة من اللي عم بيصير بلبنان، وعم تتفرج على هل هي مزبوط ما بتطلع عليهم وهيك، بس هي مراقبة وشايفة كل شيء. وهي قالت أرينا يا رب من فترة، عملت مثل تعليق صوتي وأنا بعلم التعليق الصوتي، وأخذت أصداء كتير عند معلقي الصوت لما قالت رحمتك يا رب، وهيدا النص اللي عملته. الوضع ما بيسمح بقى، وأنا أكيد الرئيس ماكرون رح يشوفها زعلانة ورح يسألها ورح تخبره، وبتمنى عليه بقى تخبره كذبهم كلهم يعني، ونخلص بقى من هالمواضيع. إلي طعمي مساء الخير، أهلا وسهلا فيك عبر شارع فن وأمام منزل السيدة فيروز اللي مرة من المرات سألناك داخل كازون لبنان. حلمك كان أنك ترجع تقدم طاولة زهر للسيدة فيروز، خبرنا هيك قديش اليوم قلبك عبدق ومبسوط على هالمناسبة، وإن شاء الله يا رب نفوت كلنا لنجوبها ونسلم عليها. أكيد هيدا حلم الجميع، مقابلة أيقونة الفن اللبناني والعالمي السيدة فيروز الكبيرة، حلم الملايين أنهم يشوفوها، حلمنا كلنا. أكيد بيشرفني أن يكون عملها طاولة زهر خصوصي بلمسة فنية باسمها. إن شاء الله يكون عندي شانس أو الأمل، بسيط أمل حتى لو 1% أني أقدر فوت. كمان بالمناسبة أكيد محضرين طاولة شغل إيدنا للبريزيدان إيمانويل ماكرون، لنقول له مرسي على اهتمامه بلبنان ومرسي لمساعدته على لبنان. إن شاء الله يكون لنا شانس نقدم له إياه هون ويحبها. رشا الكرم بدي لك مساء الخير، اهلا وسهلا فيك عبر شارع الفن. نحن موجودين قدام بيت تاريخي في بداخله سيده ايقونه من لبنان، كلنا حلمنا نشوفها بس عم تعمل لنا مرحبا. اليوم كل الناس حاسه انه رشا الكرم رح الوحيده رح تفوت، ما بعرفك بتضحكي ما بتخين هيك عندك قوه.
قالوا لي بس عرفوا، حتى اصحابي بس عرفوا انا حكون عم بغطي، انه رشال ما تقصر بالموضوع كيف عملتي وقت قست الحريره بباريس، الا ما يكون في شيء مدخل من شيء محل. بس طبعا يعني اكيد الظروف تختلف، بتعرف لو كان البيت لحاله ما جاي لحدا كان ممكن، بس انه رئيس فرنسي. بس اللي بقول لك ايه، انه امبارح قعدت هيك الساعه 12 وحده بالليل، انه ستفكر انه هي اكيد تغطيه منا مثل اي تغطيه اخرى، وستفكر شو السؤال يلي اذا صار لي انه اساله اياها لإلو لماكرون، لانه بشكل انه نشوفها لست فيروز، واذا قدرنا انه هي ستفكر انه اصحاب بركي طلعت وعملت مثلا باي او بركي كذا. وعن جد ما بخفيك يعني هلا انا بالسياره، انا قبل ما انزل حسيت بنوع من هدول دقات القلب، عاده ما كثير بتصير معي يعني بالتغطيه قد ما خلص تعودنا. ايه اكيد حدث استثنائي يعني، وستفكر انه كيف مثلا العالم عندهم ازنافور، عندهم سيليديون، نحن عندنا فيروز. لا عندنا فيروز، حتى انا بعمل سيرش عندنا قبل كم وسام صارت اخذه، شو صارت عامله، شو صارت كذا، بتفتخر يعني بتقول ما في اجمل من انك تكون من بلد فيروز. وكثير انبسطت مني اللي قالوا انه لا مش هو جاي يعطيها الوسام، هو جاي ياخذ وسام الفيروزي. صح، احد المتنبئين قالوا انه رشال كرم عنده استحقاق 2020، او لك يمكن اليوم يكون اذا قلبك كان عم بدق. خبرين خليني اقول لك، هو اذا ما فينا نقول ميشيل هايك ايه تنبأ لي على راس السنه انه حيكون في مواجهتين، الاولى بربحها والثانيه بتتاجل، ف ان شاء الله هاي ما تتاجل. اذا هيدا ان شاء الله ما تتاجل يعني هيدا نقدر نروح فيها. بس انه ايه غير تختلف تغطيات هون، وانا حتى بحكيك صراحه يعني امبارح طلبت من الاداره انه انا غطي هذا الحدث، يعني مش طلبته مؤخر، توقعت يكون غيري سبقني، لقيت انه حدا سبقني على الموضوع، فمبسوطه كثير يعني. ما عملت شيء اليوم غير انه قاعده عم شوف شويه جوجل، ضربت جوجل على الاوسم اللي اخذتها، على تاريخها مع فرنسا مع رؤساء الفرنسويه، فتغطيه اخباريه على هيك شيء هون يعني شيء جوة القلب. لو كان الميكرو بإيدك هلأ وعم تطرح السؤال للسيدة فيروز وللرئيس الفرنسي، سؤالين سؤال بسؤال، شو بتسأليهم هيك دغري؟ خلي قلك حضرت لك أسئلة ماكرون، توقعتها أكتر رياليستيك يعني أكتر واقعية. كتير بحب أسأله شو وصلتك فيروز لإلك، يعني أنت شو قلت لك بالضبط، وبيجع بسأله كمان شو البرسبكتيف، شو البرسبكتيف يعني شو النظرة، كيف شو تختلف نظرة فيروز عن هلأ الوضع عن نظرة السياسيين الآخرين. ولربما بقله لإله هو من أي متى بيعرفها لفيروز أو شو بيعرف عنها لفيروز، أما هي ما بعرف احلى هدول الاسئله السبونتانيه اللي بتطلع بشكل عفوي اكثر. ولكن اكيد بقول لك انه نحن بنحبك انك تكوني تبيني اكثر، يعني نقدر نحكيك اكثر، على الرغم من انه رمزيتها وقدسيتها، خلينا نقول بمزوجين لفيروز، قدسيتها بما معناه انه لا تطال او ما في حدا عليه غبره بموضوع فيروز، هي باختفائها ما بنشوفها ما بندري فيها، على العلم انه بيتها واضح يعني وعلى الطريق العام. بس بتعرف خطرت ببالي انه شنار بركي بيجي وندق الباب وبركة، أنا غالبية القصص اللي بعملها هي بتصير هيك على فوقها، إيه ما بكون حدا متوقع، معقول أنت تدق، معقول أنت كمان، وبتفتح يا ما صايرة. وآخر واحدة مرفق بيروت يعني فتت على المرفق صدفة حلوة للصراحة، هي حلوة. بس أنا اللي بدي خبرك إياه اللي ما بتعرفوا إنه أنا بيتي فوراً فوق بيت فيروز، وأنا بتصبح بفيروز وقت اللي بتكون طالعة على البلكون أو على التراس، فهذا السبب المباشر اللي خليني أنا أكون موجود، بصرف النظر عن أنه يعني أيقونتين لبنان بالنسبة لإلي مبارح واليوم وبكرة هني وديع الصافي وفيروز، يعني هودي هني المنزلتين الأعلى، فشعور حلو. وأنا وهي رسالة إذا بدك رسالة كتير قوية لكل شيء سياسي بلبنان، أنه مهما على شأن السياسة بضل الفن أقوى، والدليل أنه السياسة عم بيزور الفن. يمكن واحد هون بتشبه شوية اللي عم نعيشه، إذا واحد بيعرف القصة وراء هالأغنية وطريق النحل، لأنه دايماً بدها ترجعك بمحل معين إلا ما يرجع السلام. يعني هي فكرة الأمل هي اللي بتضل محفورة بدماغنا، مع أنه ما عم نشوفه، ما بقى عنا قدرة نشوفه، بس الأمل بيجي بيلت إن مع الإنسان. مشان هيك يمكن في أغنيات خاصة لفيروز ما فيك تسمعها إلا ما يكون عندك شوية أمل، مستحيل. بقطفلك بس هالمرة بس عبكرة بس شي مرة شي زهرة حمرة وبس، لألك يا ست فيروز بتستاهليها. بركي احيانا بتعرف صراحه sometimes في بعض الاشخاص حلو يضلون انونيم، حلو يضلون اشخاص منهم مكشوفين، احلى بركي لو متعرف عليا منعود منحبها هالقد او منحبها اكثر، ما بعرف. ميرسي لكم، يعطيكم العافيه. ميرسي.